شارك الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجية وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع في الاجتماع المشترك الذي عقده أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لبحث القضايا الأساسية المتعلقة بالشؤون السياسية والدفاعية والأمنية، سعيا لبلورة رؤى واستراتيجية ومواقف واضحة تسهم في تعزيز وحدة وكينونة الإطار المؤسسي لدول مجلس التعاون. هذا وقد ألقى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية كلمة في الاجتماع المشترك. يشرفني بهذه المناسبة أن أرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله على الاستضافة لهذا الاجتماع والدعم المتواصل والاهتمام الكبير للمضي قدماً في مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التعاون والتكامل المنشود. أصحاب السمو والمعالي، يسرني أن أعرض المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة قطر الشقيقة عن تهانينا بإطلاق سراح المواطنين القطريين والسعوديين الذين كانوا مختطفين في العراق، مشيدين في هذا المجال بالجهود الحثيثة التي بذلت لعودة المواطنين إلى بلديهما وإلى أهلهم سالمين ولله الحمد. أصحاب السمو والمعالي، إن انعقاد هذا الاجتماع يعكس ما يوليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاه من أولوية قصوى لأمننا الخليجي المشترك بمفهومه الشامل في إطار العمل على تحقيق الأهداف والتطلعات التي تخدم أمن دول مجلس التعاون، حيث يعكس الاجتماع الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون المبارك بين الأشقاء والذي أصبح واقعاً ومرتكزاً مهماً ومؤثراً إقليمياً ودولياً. كما يجسد هذا الاجتماع روح التعاون والاتحاد بين دول المجلس ويعد لمرحلة أكثر تقدماً لتعزيز العمل العسكري والأمني والسياسي بصورة مشتركة. ولذلك نتطلع إلى تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها هذا الاجتماع وتفعيل التوصيات المطروحة والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من الانسجام والتكاتف وتعزيز الأمن ودعم الاستقرار، وذلك بعد استيفاء مراجعتها من قبل المختصين. وبطبيعة الحال فإن هذا الاجتماع يشكل الأساس للمواقف والتوجهات السياسية الموحدة والتي تضع ضمن أولويتها تحقيق الأمن المنشود وحماية المكتسبات المشتركة لدول المجلس. أصحاب السمو والمعالي، إن العالم وكما تعلمون يحترم التحالفات ومراكز القوى المؤثرة بشكل عام، ولكن تبقى جبهتنا الداخلية وتماسكها هي مسؤوليتنا الأولى وحجر الزاوية في صيانة أمننا واستقرارنا، وهي الجبهة المستهدفة بكل الوسائل من الخارج، الأمر الذي يحتم علينا ضرورة الالتفاف وتعزيز روح المواطنة والتماسك والتلاحم. ويطيب لي هنا
الإشادة بالإنجازات والنجاحات التي تحققت من خلال العمل الجماعي لدول المجلس في مختلف أوجه التعاون. أصحاب السمو والمعالي، في الوقت الذي نأمل فيه أن تنجح المساعي السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، إلا أننا ما زلنا نواجه تهديدات خطيرة تنطلق من الأراضي الإيرانية وكذلك العراقية، وتشكل دعماً للمجموعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية، وهو ما يمثل تحدياً يفرض التعامل معه بمختلف الوسائل المتاحة وبشكل جماعي ورؤية موحدة. وهذه ليست معلومات مجردة بل حقائق ملموسة وصلت إلى تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت حياة رجال الأمن وشكلت تهديداً لجهود حفظ الأمن والاستقرار، كما أدت هذه الأعمال إلى غرس الفكر الطائفي المتطرف. وإن استمرار هذه التدخلات الخطيرة يمثل تهديداً للمساعي والجهود السياسية لتحقيق الأمن والاستقرار لنا جميعاً، وليس بخافياً عليكم أصحاب السمو والمعالي، فإننا في مملكة البحرين نعيش ولله الحمد في ظل النهج الكريم لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، القائم على إرساء دعائم الاعتدال والتسامح والعدالة للجميع. هذا وقد عبر أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية عن تقديرهم واعتزازهم بتوجيهات سامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والجهود الحديثة التي يعينها لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ هذه المنظومة المباركة وتعظيم إنجازاتها، معربين عن أهمية هذا اللقاء الثلاثي المشترك لتبادل الرؤى والأفكار البناءة ومتابعة مسيرة العمل الخليجي المشترك وإنجازاتها المباركة ورصد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، معربين عن شكرهم وتقديرهم لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة والأمانة العامة لمجلس التعاون على الجهد المميز في التحضير والإعداد لهذا الاجتماع الثلاثي المبارك. وقد بحث الوزراء مجموعة من القضايا السياسية والأمنية والدفاعية والجهود التي تبذل على المستويين الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب وتنظيماته المتطرفة، وأصدروا توجيهاتهم بشأن التوصيات والآليات المرفوعة إليهم لتعزيز التعاون والتكامل الخليجي، مشيدين بما نتج من تأييد دولي حيال التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب. هذا وقد أعرب الوزراء عن تصميم دول المجلس على المضي قدما نحو تحقيق المزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات ومضاعفة الجهود وتكثيفها لتعزيز أركان هذا الكيان الخليجي الراسخ وتحقيق أمال مواطنيه، تعبيرا عما يجمعهما من أواصر القربة والتاريخ المشترك والمصير الواحد والمصالح المشتركة.